السلام عليكم إخواني الزلف اللون، والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لقد عدنا إخواني بعد غياب طويل. أما بعد، إذا تواجه الاتحادية الجزائرية كرة القدم فاف ورطة كبيرة قد تتسبب في فضيحة تهز سمعة المنتخب الجزائري خلال تربو شهر سبتمبر المقبل. وكشف موقع المرمى استنادا لمصادره المقربة من هيئة فاف أن مخزن عتاد الألبسة الرياضية الخاصة بتدريبات المنتخب الجزائري بمركز تحضير المنتخبات الوطنية لسيدي موسى خاوي تماما منذ شهر أبريل الماضي. وفي ظل تلك الورطة الحقيقية، لم يقدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى حد الآن على توفير ألبسة رياضية لكتيبة محاربي الصحراء من أجل خوض تدريبات والمواجهتين الوديتين المقبلتين خلال الشهر المقبل وفق موقع المرمى. وبات مخزن ألبسة رياضية بمركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية خاويا تماما من الألبسة الرياضية المخصصة لكتيبة الخضور بسبب الرئيس السابق لهيئة فاف شرف الدين عمارة. وكان الرئيس السابق شرف الدين عمارة السبب الرئيسي في وقوع الورطة السالف ذكرها، حيث لم يمضي على وصل طلبات الذي اعتادت الفاف على إرسال لشركة أديداس قبل 8 أشهر من استلام العتاد الرياضي حسب المصدر نفسه. وبحسب المصادر المقربة من اتحادية الجزائر لكرة القدم، فقد كانت الأخيرة تطلب أعدادا رياضيا يكفي للمنتخب الجزائري لثلاثة تربصات متتالية، ليكون هنالك متسع من الوقت لإرسال طلب آخر وللخروج من الورطة الحقيقية التي تهدد سمعة المنتخب الجزائري في التربص المقبل. باشر مسؤول الفاف اتصالاته مع شركة أديداس الراعي الرسمي لكتيبة الخضر بالألبسة والعتاد الرياضي، والمقرر أن ينتهي عقدها في ديسمبر المقبل. وفي السياق الحديث عن رعاية المنتخب الجزائري بالألبسة والعتاد الرياضي، أطلقت الاتحاد الجزائري للعبة بحر الأسبوع الحالي عرضا مفتوحا للشركات الوطنية والعالمية من أجل إبرام عقد رعاية جديد يسري مفعوله مطلع السنة المقبلة 2023. وجاءت حثيات الورطة التي قد تنجم عنها فضيحة لمحرز وفقائه قبل أقل من شهر على بداية تربص منتخب الجزائر المقرر أن يواجه منتخبي غينيا ونيجيريا وديا في 23 و 27 من شهر سبتمبر المقبل بملعب وهران الأولمبي الجديد. إذن وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا أطلب منكم فضلا، ليس أمرا، أن تشتركوا في قناتي وتخليوا لي تعليق وجام من فضلكم. إذن إلى اللقاء، إلى فيديو آخر. السلام عليكم.